السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم مبروك، واليوم إن شاء الله وصفة جديدة لإزالة السواد اللي كيكون في العنق أو في الرقبة وكذلك في الوجه. صراحة هي وصفة خطيرة جدا ومكونات اللي بسيطة واللي متواجدة في أي بيت، وهاد الوصفة هذه عندها طريقة خاصة باش كتعطي نتيجة سريعة جدا. دونك تبعوا معايا. اول حاجه كنستعملوا اول يعني مكون، وهو النخله ديال الزرع. النخله ماشي مشكل، النوع ديال النخله اللي كيكون عندكم، حتى ما كتسولوني واش النخله الرقيقه ولا النخله الغليظه ولا نستعملوا حيت في المغرب كاين واحد النوع ديال النخله اللي كنسموها الحمامر. لا، لان هذه الوصفه هذه تستعملوا اي نوع ديال النخله عندكم، سواء النخله الغليظه او النخله الرقيقه، لان المهم عندنا هو داك المواد اللي كيكونوا في النخله. دونك تبعوا معايا، لان من بعد النخله غنحتاجوا الدقيق ديال الحمص، من بعد كنحتاجوا الدقيق ديال الارز، داكوغ، من بعد كنحتاجو دانون طبيعي او ياغورت طبيعي، وعندي العسل. العسل الا ما كانش متوفر عندكم العسل ماشي مشكل، المهم هو اختياري في هذه الوصفه هذه. دونك على بركه الله كنبداو بالنخله. غادي ناخد هنايا تقريبا عندي جوج معالق صغار ديال النخله، النخله ما كتكونش كثيره، دونك غادي نديرو جوج معالق صغار ديال النخله، ومن بعد غادي نزيد عليهم ملعقه صغيره ديال الدقيق ديال الحمص. الا ما كانش متوفر عندكم البنات دقيق الحمص ماشي مشكل، اما كترقدوا الحمص، كترقدوا واحد الحبيبات، ولا غدي كطحنهم وكتزيدوهم مع الوصفه. المهم انا كنحاول نسهل عليكم. ومن بعد عندي دقيق، ملعقه صغيره ديال دقيق الارز. دقيق الارز كذلك البنات الا ما كانش عندكم الدقيق موجود، كترقدوا واحد المعلقه ديال الرز كتخليوها حتى لغد ليه وطحنوها. دونك الا ما كانش عندكم لا دقيق الرز لا دقيق الحمص، كترقدوهم جوج في خطره واحده، ولا غد ليه كتصفيهم وتطحنهم وتزيدوهم مع الوصفه. وكنزيدو هنايا تقريبا ملعقه كبيره ديال الياغورت مسوس. المهم نتوما في الاخر غتشوفوا عندكم ميزانكم، الا لقيتوا ان الخليط عقد ها نتوما تبعوا معايا، لقيتوا الخليط عقد كتزيدوا الياغورت. وهنا انا سد العسل، ساشون كو العسل راه كيجري الوصفات، دونك ملي كتزيدوا العسل يعني كونوا اكيدين يعني ان الوصفه غادي تكون جاريه، ما بغيتوش تزيدوا العسل ما تزيدوش. المهم السر ديال هاد الوصفه هادي غنقول لكم يعني من بعد، الحاجه اللي كتخليها يعني تكون فعاله اكثر، وكاع دوك المواد اللي مهمه للبشره كيطلقوا ليا مزيان، سيرتو ان النخاله كتعرفوا يعني النخاله صعيبه باش تحل في الوصفه. كنستعملوا هذه فوا بوحدها لان كنستعملوها كمقشر، ولكن دابا انا ما بغيتهاش مقشر، يعني بغيتها ماسك وبغيت نستافد من هذوك المنافع ديالها. سي بوغ سا يعني خاصني الخليط يكون شويه جاري باش النخاله تطلق ليا مزيان. هنايا شفتوا يعني انا تقريبا جوج معالق صغار ديال الياغورت، لان الكميه درتها كبيره لان غنبغيوها للعنق والوجه، ديكو خصنا نكثروا الكميه. ومهم هانتوما كتشوفوا كتبقاو تخلطوا حتى كتحصلوا شويه على داك القوام الكريمي. لاحظوا معايا انا في يعني في الصوره في لا فيديو، المهم كتجي بحال واحد لاباط شويه عقده، لانه ما تنساوش انا مازال غادي ندوز واحد المرحله اخرى اللي هي فاش غادي تطلق ليا مزيان هاد الخليط هذا. هانتوما هنايا انا كنزيد ثاني واحد المعلقه صغيره، خصها تكون شويه يكون شويه جاري، يعني ما يكونش الخليط شويه بحال لاباط، خص نجريه شويه. دونك كنستمر على هذه العمليه هذه. هذه المرحله البنات مهمه جدا، لان هنا فاش غادي تلقوا لي جميع المكونات اللي كاينين عندي، لان حتى الدقيق رغم انكم كتشوفوا انه يعني غبره راه كيحتاج الوقت باش حتى هو كيطلق لي دوك العناصر ديالو. دونك هنا في هذه المرحله هذه غادي تجي واحد المرحله اللي هي مهمه جدا واللي هي السر العجيب ديال هذه الوصفه هذه، وهو التخمير. علاش التخمير؟ لان التخمير عنده واحد الدور مهم جدا في انه ينتج ليا واحد الاحماض اللي انا محتاجاهم.
سيرتو انني انا درت الياغورت طبيعي، والياغورت طبيعي دونك مع الدقيق، مع الدقيق سيرتو مع الدقيق ديال الحمص ودقيق الارز، غادي يعطيونا واحد التفاعل خطير جدا، وغادي يطلقوا لي واحد الاحماض وواحد العناصر اللي انا محتاجاهم. دونك البنات كنغطيو الوصفه ديالنا بسيلوفان وكنحطوها في، كنخليوها ماشي في الثلاجه، ملي كتخليوها في مكان يعني بعيد عن الضوء، وتخليوها تخمر 24 ساعه مثلا، خليوها تبات لغد ليه في الصباح انتما كتشوفوها هي طلقات ليا داك الماء. المهم راه بصح يعني تخمرات هاد الوصفه البنات، كتحطوها 20 دقيقه على الوجه ديالكم، ومن بعد التخمر راه كتحتفظوا بها اسبوع في الثلاجه، وتستعملوها كل نهار او على الاقل مره في يعني نهار نهار. لا هاد الوصفه عجيبه جدا في انها كتحيد الاثار ديال دوك البقع اللي كالسواد اللي كيكون في الرقبه، اللي تكون مع الاحتكاك او لا مع الشمس، هذه عندها واحد الدور فعال جدا. وكذلك في الوجه، يعني دوك الناس كيكون عندهم يعني وجه مثلا تعرض بزاف لاشعه الشمس وتحرق ليهم، داك السواد اللي كيكون غامق كيتحيد ما شاء الله. يعني بهاد الوصفه هذه جربوها البنات وردوا عليا، هاد الوصفه من واحد الكنز ما غاديش تخلاو عليه ابدا، غير هو احترم الله يعطيكم السر. هاد المده ديال التخمير قلت لكم، من بعد البنات فاش كتخمروها كتعملوها في واحد البواط وكتحتفظوا بها اسبوع في الثلاجه. هذه الصراحه كنز ما عمركم ما غادي تخلاو عليها. المهم البنات جربوها وردوا عليا في التعاليق، وما تبخلوش عليا، ردوا عليا باش حتى انا يعني نبقى نعرف انكم كتستافدوا من الوصفات ديالي وانكم يعني كتجربوهم. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك، والسلام عليكم ونهاركم مبروك والى اللقاء.